منيب وزير الداخلية يتحكم في رئيس البرلمان. كشفت البرلمانية والأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد نبيل منيب أن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت يتحكم في رئيس المؤسسة التشريعية رشيد الطالبي العالمي. وقالت منيب: أنا هدرت مع رئيس البرلمان وهو يقول لي راه وزير الداخلية هو اللي هدر معاه. مضيفة: واش دابا وزير الداخلية يتحكم في رئيس البرلمان باش يمنع برلمانية منتخبة من طرف الشعب باش تدخل البرلمان؟ وأوضحت الأمين العام لحزب الشمعة في ندوة حول الردة السياسية والحقوقية بالمغرب أن هناك أشخاص في البرلمان لهم ملفات كثيرة أمام المحاكم بسبب الفساد، وهو اليوم يدخلون البرلمان مردفة في المقابل يتم منعنا نحن من دخول المؤسسة التشريعية. هذا غير معقول.